مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. الرسائل اللبنانية للبابا فرانسيس محور متابعة في الداخل والخارج. في عيد مرمرون العظات تركز على أولوية الإنقاذ. الأنظار نحو حركة الحريري في الخارج، زيارة غير معلنة لباريس. وزير الخارجية القطرية في لبنان، سؤال عن التأليف ولا دوحة ثان الآن. فيروس الموت يخطف الممثل الكبير ميشيل ثابت. الثامنة إلى الأربعاء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. إن التحولات الحالية القادمة لا تتحمل الانتظار، ويجب أن نواجهها متحدين لننتقي منها ما نريده نحن قبل أن يفرض علينا ما يريده الآخرون لنا. لذلك كلنا مدعوون اليوم لفتح صفحة جديدة، مستفيدين من عبر الماضي القريب والبعيد، بيد ممدودة لبعضنا البعض، متصافحين وعاقدين العزم على العمل معا لدرء الأخطار عن الوطن. فإن لم نستطع الخروج من سيئات الماضي لن نليق بالغد ولن نكون على مستوى سلوك طريق الخلاص. عشتم وعاش لبنان. لا تزال أصداء الرسائل اللبنانية للبابا فرانسيس خلال اللقاء السنوي في الفاتيكان بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي تتردد في الأوساط اللبنانية أو تلك المعنية بوضع لبنان، فليس تفصيلا أن تكون الفقرة المخصصة للأزمة اللبنانية هي الأطول في الكلمة البابوية، تماما كالتركيز بهذا الشكل على الموضوع المسيحي في لبنان من دون أي ذكر لعنواني الحياد أو التدويل، ومع التحذير من أن إضعاف الوجود المسيحي من شأنه أن يتسبب بفقدان التوازن الداخلي واهتزاز الواقع اللبناني نفسه. وليس تفصيلا أيضا ما جاء في كلام البابا حول الهوية اللبنانية الفريدة المعرضة للفقدان، تماما كالتحذير من أن خطر إفلاس لبنان قد تنتج عنه انحرافات أصولية خطيرة، ما يحتم الإسراع في عملية إنعاش الاقتصاد وإعادة الأعمار. وفي غضون ذلك توزعت الأنظار السياسية في لبنان اليوم بين اتجاهين، الأول زيارة وزير الخارجية القطرية للبنان، سواء لناحية ما استفسر عنه في الموضوع الحكومي أو ما أعلنه عن عدم الدعوة إلى مؤتمر دوحة ثان في هذه المرحلة. أما الاتجاه الثاني فالحركة الخارجية لرئيس الحكومة المكلف والكلام حول زيارة غير معلنة له لباريس للبحث في الملف الحكومي. وفي هذا الإطار لفتت مصادر صحفية من باريس للأوتيفي إلى أن هناك تعتيما على زيارة سعد الحريري للعاصمة الفرنسية، حيث أن دوائر الإليزي لم تؤكد ولم تنفي حصول لقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ولم تزود أي صحفي في فرنسا بأي معلومة، كما طلبت من الصحفيين المعتمدين في قصر الإليزي عدم الحديث في الإعلام عن لقاء بين الحريري وماكرون. غير أن المصادر عينها رأت أن التعتيم قد يكون مقصودا، حيث أن فرنسا تعتبر أن ليس من مصلحتها الإعلان عن استقبال الحريري كرئيس حكومة مكلف لا بصفة رئيس حكومة، معربة عن حرصها في ذلك على التأكيد أنها على مسافة واحدة من الجميع. وفي كل الأحوال وبغض النظر عن النوايا والضغوط والخلفيات، تبقى ثلاثية الميثاق والدستور والمعايير الواحدة مدخلا وحيدا للتشكيل على أرض لبنان.
وفي غضون ذلك وعلى صعيد معركة الحياة أو الموت مع فيروس الموت، يبدأ العد التنازلي لوصول اللقاحات إلى لبنان، حيث أعلن وزير الصحة من السراي الحكومي هذا المساء أن الدفعة الأولى تصل مساء السبت المقبل، في وقت لا يزال لبنان يودع كباره يوما بعد يوم بفعل الفيروس القاتل الذي خطف اليوم الممثل القدير ميشيل تابت، والذي نستهل معه نشرة الأخبار. دادو انت هون؟ انا تركتك على التخت. كيف التيتا بدها تقشع تخيط؟ يه ساعة واقفة، هلا بقرر جدا غير البطارية. وهالرجال تشتغل. مساهمتكم معنا أساسية، القليل بيعمل فرق كبير. مؤسسة الإنماء الشامل حتكل عيلة لنعيد الدفا للبيوت المتضررة لتبقى بيروت بيروت، مدينة الحضارة والتنوع. كورونا يخطف الممثل الكبير ميشيل تابت، تقرير غريس مخايل. أمي زتتني وأنت يا رب اشتلقيني. سيري فعين الله ترعاكي. ماشي 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 على الموتوسيكل بقفورة، بتدخل مثل فراشي، ما عطيني بتخيل أمورة. خف العتابي دايم على الموتوسيكل لابق، والعتابي بالآخر بداني المحلى صورة. عن عمر يناهز 92 عاما، خطف فيروس كورونا الممثل القدير ميشيل تابت الذي أفنى عمره في سبيل الفن والدفاع عن حقوق الفنانين وتقديم العطاءات الجمة في السينما والتلفزيون والإذاعة والمسرح، وهذه الأعمال قد فاقت المئة. وهالقفورة العجيبة صارت هم وتوات، سوقتها الغريبة بتخوف كل البنات. 70 عاما مرت في ربوع الفن كأنها البارحة، فمن لا يذكر إبراهيم أفندي المعلم والأستاذ وغيرها من الأعمال التي طبعت المجتمع اللبناني برمته. حياتي ما استسلمت للوجع، هي كلمات ميشيل تابت التي رددها دائما في كل الأوقات الصعبة التي مرت عليه، ولعله من القلائل الذين برعوا في تجسيد الكوميديا والدراما في آن والنجاح في المجالين النجاح الباهر. رح تبقى بخدمتي يا بربر، ورح أعطيك دواء ليشفيك من حزنك ويخليك تضحك، 4 كياس. من الأفلام التي شارك بها فتيات للقتل، لمن يغني الحب، الغافلون وغيرها. وصحيح أنه اشتهر بأدوار الشر، إلا أن طيبة كبيرة لفت حياته وقلبه، وهو خصص سنوات من عمره للدفاع من موقعه كنقيب عن حقوق الممثلين. سأعود إلى البيت قبل أن يبرد الجو أكثر. شكرا لك يا كاتب العدل، إلى اللقاء. مع ألف سلامة. نقابة الممثلين نعت فقيدها، فقيد الفن اللبناني الذي لن تغيب شمسه وإن غاب عن الدنيا. وزير الخارجية القطرية جال بين بعبدة وعين التينة والسراي، وشدد بعد لقائه الرئيس عون على أن قطر لا تسعى لنسف المبادرة الفرنسية ولا تعمل لمؤتمر للقادة اللبنانيين في الدوحة، أما المساعدات فمرهونة بتشكيل الحكومة. زيارة بيروت المتزامنة مع حراك إقليمي ودولي معني بالملف اللبناني وتحديدا الحكومي، وضعها وزير الخارجية القطرية في إطار التضامن مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت بشكل خاص. وإذا كان الكلام عن إعادة إعمار المرفأ ومستشفى الكارنتين الحكومي ومساهمة قطر في هذا المجال، فإن الملف الحكومي بقي الحاضر الأبرز. ينفي وزير الخارجية القطرية أن تعمل قطر لنسخ المبادرة الفرنسية، وينفي بالموازاة أي فكرة لجمع القادة اللبنانيين في الدوحة على غرار تسوية 2008. موضوع لا، أولا لا علاقة له بنسف المبادرة الفرنسية، بالعكس نحن نأتي استكمالا للجهود الدولية. تواجد الرئيس المكلف دولة السيد سعد الحريري هو بمحض الصدفة خارج البلد بسبب فقط عملية الجدولة لم تتم
بشكل منسق مسبق. تلتقوه؟ طبعا نعم، ونتطلع للقاء ان شاء الله، حتى لو كان ان شاء الله في زيارات قادمه. بالنسبه لدعوه الاطراف الى مؤتمر في الدوحه، اللبنانيين مرحب بهم في اي وقت، لكن لا يوجد حاليا اي مبادره على الطاوله لدعوه الاطراف للتشاور في الدوحة للوصول إلى حل، ونحن نتمنى أن يخرج الحل من بيروت في أسرع وقت ممكن. صحيح أن تشكيل الحكومة شأن داخلي، لكن أي مساعدة قطرية ممكنة إقليميا ودوليا؟ بالنسبة لتشكيل الحكومة في لبنان، هو هذا أولا يعتبر شأن داخلي يخص اللبنانيين ويخص السياسيين في لبنان. دولة قطر لديها علاقات صداقة وأخوة مع جميع التيارات السياسية في لبنان، ودائما رسالتنا لهم رسالة إيجابية بحيث أن يتم التعاون فيما بينهم وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية أو السياسية. ودولة قطر دائما على استعداد لأن تكون إذا كانت مطلوبة من قبل الأطراف أن يكون لها دور في تسهيل أي حوارات، دولة قطر دائما على استعداد في ذلك، ولكننا على ثقة أن هناك قدرة لدى التيارات السياسية في لبنان على تغليب مصلحتهم الوطنية، ودولة قطر ستدعم أي مسار يتم بحيث تشكل حكومة تحدث استقرار سياسي في لبنان الشقيق. بالنسبة للمستوى الإقليمي والدولي، دائما لدينا مشاورات مع كافة الدول الصديقة المهتمة بالشأن اللبناني، والجميع يتفق معنا في دولة قطر أن المرحلة هذه هي مرحلة حساسة للبنان، ويجب أن يكون هناك تشكيل حكومة في أسرع وقت، ونتمنى لهم التوفيق في تشكيل الحكومة. وجميع الدول التي نتحدث معها حاليا هي متوجهة في هذا الاتجاه. أزمة حادة يمر بها لبنان على المستويين المالي والنقدي، لكن أي مساعدة قطرية مرهونة بتشكيل الحكومة أولا. بالنسبة للبرامج الاقتصادية كما ذكرت سابقا، سواء كان من دعم مالي أو غيره، دولة قطر دائما في سياستها لا تقدم الدعم المالي بشكل نقدي، ولكن على شكل برامج وشكل مشاريع تكون على بينة بأنها ستحدث فارق في اقتصاد الدولة، وستحدث فارق أيضا يمسه الشعب اللبناني الشقيق. هذا الأمر يتطلب وجود حكومة مستقرة حتى تستطيع الدولة العمل معها بالشراكة معها العمل على برامج اقتصادية. وعندما يتم تشكيل حكومة في دولة قطر، على أتم استعداد للنظر في كافة الخيارات والوصول إلى برنامج اقتصادي يخدم الشعب اللبناني الشقيق أيضا، ويستوفي الشروط التي دولة قطر تتبعها دائما في مساعدة الدول. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الذي حمل الوزير القطري تهنيه للأمير تميم بن حمد بالمصالحة الخليجية التي أعادت العلاقات بين دول الخليج إلى طبيعتها، مركزا على أهمية وحدة الموقف العربي في هذه الظروف، اعتبر أن المساعدات العاجلة التي وضعتها قطر بتصرف اللبنانيين المتضررين من انفجار المرفأ تأكيدا للعلاقات المميزة التي تربط بين الدولتين الشقيقتين. وأضاف الرئيس عون أن التضامن القطري مع لبنان ترجم في مناسبات عدة، سواء من خلال التبرعات المادية والعينية ومشاركة أمير قطر في مؤتمر باريس لدعم لبنان الذي نظمه الرئيس الفرنسي، أو من خلال الجسر الجوي الذي أقيم بين بيروت والدوحة لإرسال مساعدات طبية وغذائية ومستشفيات ميدانية. كما عبر الرئيس عون عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها قطر للمواطنين اللبنانيين الموجودين فيها وفرص العمل التي توفرها للعديد منهم في ظل ظروف لبنان الاقتصادية الصعبة. على واقع الحراك الفرنسي الخليجي، وزير خارجية قطر يحط في بيروت، فيما الرئيس المكلف سعد الحريري في باريس وسط تعتيم إعلامي حول الزيارة، علما أن معلومات الأو تي في ترجح لقاءه الرئيس الفرنسي غدا الأربعاء. فماذا في كواليس الحركة الخارجية؟ على الرغم من عدم إصدار المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري حتى الساعة أي بيان يؤكد أو ينفي انتقال الرئيس المكلف إلى باريس، تقاطعت معلومات الأو تي في مع أكثر من مصدر لتؤكد أن الحريري انتقل مساء الاثنين إلى باريس آتيا من الإمارات بعد زيارته مصر. لم تسرب أي معلومة عما إذا كان الحريري التقى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حتى أن معلومات الأو تي في تفيد من أجواء العاصمة الفرنسية بأن دوائر الإليزي حرصت على عدم نفي أو تأكيد حصول أي لقاء. واستضاح
التعتيم الحاصل، أفادت مصادر مطلعة من باريس للأو تي في بأن فرنسا لن تستقبل الحريري كرئيس حكومة، أي بصفة رسمية، إنما كزيارة خاصة باعتباره رئيسا مكلفا لا رئيس حكومة. وهي أرادت من هذه الخطوة التأكيد أنها على مسافة واحدة من جميع القيادات اللبنانية، وأن أبواب الإليزي مفتوحة للجميع، وعليه فلقاءات الحريري الباريسية ستبقى بعيدة عن التغطيات الإعلامية وحتى عن الإعلان عنها، علما أن مصادر مقربة من الحريري تؤكد للأو تي في بأن اللقاء سيحصل بين ماكرون ورئيس المكلف، مشيرة إلى أنه قد يعلن عنه بعد حصوله. وفي هذا السياق رجحت معلومات الأو تي في أن يلتقي الرئيس الحريري غدا الأربعاء الرئيس الفرنسي في الإليزي. وبانتظار ما قد يرشح عن زيارة الحريري وعودته المرتقبة إلى بيروت والتي باتت قريبة على حد مصادر متابعة، كانت لافتة زيارة وزير الخارجية القطرية على وقع الحراك الفرنسي الخليجي إلى بيروت، حيث اجتمع بكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال. في كواليس اجتماع بعبدة استفسر ضيف القطري من رئيس عون عن أسباب تأخير الحكومة، فأته الجواب عدم مراعاة المعايير الدستورية، إذ أن شريكي التأليف هما رئيس الجمهورية ورئيس المكلف. هنا استطرد ضيف القطري ليقول مستعدون للمساعدة في أي أمر من شأنه أن يسرع بعملية التأليف. جائحة كورونا وأمكان تقديم قطر المساعدة بتأمين لقاحات حضرت أيضا على طاولة النقاش في بعبدة. وقد أكد وزير خارجية قطر في هذا السياق بأنه سيبحث آلية مساعدة قطر للبنان بموضوع لقاحات كورونا على أن يعود للمسؤولين اللبنانيين عند أي جديدة. زيارة المفد القطري تأتي أيضا على وقع سلسلة اجتماعات يعقدها السفير السعودي في بيروت، وسط معلومات تشير إلى أن وليد البخاري الذي التقى أمس سفير روسيا سيلتقي بالساعات المقبلة كل من سفيرة الولايات المتحدة والسفيرة الفرنسية، علما أن كل الأجواء السعودية توحي بأن المملكة غير مهتمة حتى الساعة بالملف اللبناني. وبعد استخدام بعض السياسيين والإعلاميين عبارة تنازلات ينبغي أن يقدمها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وذلك في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مصححا أن ما يسمى بتنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والدستورية والميثاقية، وهي مسؤوليات لا يمكن أن تدخل يوما في قاموس التنازلات لأنها من الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف. وذكر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بأن استمرار البعض في الادعاء عن مطالبة الرئيس عون بالثلث المعطل على رغم النفي المتكرر لذلك إنما يدل على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية ومختلقة على قاعدة عنزي ولو طارت. وبعد كلام النائب أنور الخليل حول الفصل السابع وتدويل الأزمة اللبنانية، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يؤكد رفض الكتلة للتدويل مشددا على أن المشكلة داخلية، ويعلن أن الوساطات مستمرة. النائب أنور الخليل طلع حكي عن فصل سابع، وضح أنه لم يقصد هذا الموضوع، أخذ في غير مكانه. بموضوع التدويل نحن معروف رأي الأول، نحن طبعا دكتور رئيس نبي فري كان واضح انه اذا كان الموضوع موضوع الحديث عن الحكومه والازمه الراهنه وتداعياتها ونتائجها، فطبعا هذا الموضوع موضوع داخلي، ونحن حتى هلا بعدنا بنقول انه هذا من عندياتنا فعلا مثل دكتور رئيس نبي فري. عنديات من؟ عنديات اللبنانيين، كل الفرقاء دون استثناء، الكل مسؤول عن بس اليوم، يجري اليوم الكل مسؤول، بس حضرتكم عم بتوجهوا سهامكم فقط على رئيس الجمهوريه. اللي المعنيين الرئيسيين بالحكومه، رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه المكلف، نقطع السطر والباقي تفاصيل. هاي هم اللبنانيين، هو ازماتهم اليوميه الحياتيه، اخر همهم هذا الوزير او ذاك، والله هذه هذا الفريق او ذاك. الرئيس بري طلع بيان اكد فيه اللي كان ينفيه سعد الحريري، قال انه نحن سمينا وزراء لا معنا ولا ضدنا. لا لا لي واضحه عند الرئيس بري، هو قال توافقنا. لا 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 ما سمى من عنده بالنقطه على السطر، خليني اسمعيني مظبوط. الرئيس بري من الاول الي قال نطرح اسماء او يطرح رئيس الحكومه المكلف اسماء. ونطرح الى ان يتم التوافق. لماذا يمنع هذا الحق عن رئيس الجمهوريه اذا؟
لا هذا الاسلوب كان عم يتم بين رئيس الجمهوريه والرئيس الحكومه المكلف على حد ما اعلن للناس على الاقل بالوقت اللي كانوا عم يلتقوا كيفيه طرح الاسماء ما كان يعني لا كان انا ولا انت ولا حدا في بده يكون في مرونه بالتعاطي للوصول لتفاهم معين. في شيء وساطه هلا عم بتصير ولا مين؟ ما وقفت الوساطات، ما في قنوات، ما بغض النظر هلا لانه مش وقته، في قنوات ومستمره وما توقفت الاتصالات. القداس الإلهي لمناسبة عيد مرمرون في غياب الحضور الرسمي والشعبي بسبب وباء كورونا، احتفل به رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر في كنيسة مرمرون في الجميزة، داعيا إلى التوقف عن محاولة ابتلاع لبنان لصالح طائفتنا أو حزبنا أو مرجعنا في الداخل أو الخارج. لنبني مستقبل أولادنا بنظافة كف وصدق قول وعرق جبين، وإلا يا أيها المسؤولون سنموت جميعا نحن وأنتم ويموت لبنان. الكلام لرئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الذي ترأس القداس الإلهي لمناسبة عيد مرمرون الذي يصادف هذا العام في ظل تفشي وباء كورونا وغياب الاحتفالات الرسمية بسبب إجراءات الإقفال التام. الويل لكم يا أيها المسؤولون السياسيون في بلدي، لأنكم تبنون مجدكم على قهر ومذلة من وثقوا بكم. لا تنسوا أن التاريخ لا يرحم، وسيذكر أسماءكم بين أسماء الطغاة والفاسدين والسفاحين. الويل لكم يا أيها المسؤولون الماليون في لبنان، لأنكم تزيدون ثرواتكم وتبنون بيوتكم من مال الآباء والأمهات الذين يكدون في سبيل تأمين مستقبل أولادهم. تذكروا أن الله يسمع أنين المقهورين. تذكروا أن الأكفان لا جيوب لها. تذكروا أن أموالكم وبيوتكم ستصير حتما إلى غيركم، وأن لعنات المظلومين ستلحق بالظالم حتى الثرى. المطران عبد الساتر أكد أننا نريد الخلاص لوطننا والحياة الأفضل لنا ولأولادنا، وهذا حق لنا. لنتوقف عن محاولة ابتلاع لبنان، لصالح طائفتنا أو حزبنا أو مرجعنا في الداخل أو الخارج. لنرفض أن نكون عملاء لمشاريع الدول الكبرى، ولنحمي بعضنا بعضا من بطش وظلم الخارج. لنتعاون ونتكاتف كما اعتدنا فيما مضى، فنبني وطنا أفضل لنا ولأولادنا من بعدنا، ختم عبد الساتر. إلى ذلك أسف البطريرك الماروني الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي أننا نحيي عيد القديس مارون واللبنانيون يعانون العذابات ويقدمون التضحيات، بينما دولتهم منشغلة بأمور صغيرة والمسؤولون يتنافسون على تطيير الحلول الداخلية، ما يدفعنا إلى التطلع نحو منظمة الأمم المتحدة للمساعدة على إنقاذ لبنان. يؤسفنا اليوم أن نحيي عيد القديس مارون واللبنانيون يعانون العذابات ويقدمون التضحيات، بينما دولتهم منشغلة بأمور صغيرة يتنافس المسؤولون على تعطيل الحلول الداخلية، ما يدفعنا إلى التطلع نحو منظمة الأمم المتحدة للمساعدة على إنقاذ لبنان. فمن واجب هذه المنظمة أن تعكف على دراسة أفضل السبل لتأمين انعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان
يعيد تثبيت وجوده ويمنع سقوطه. بارك رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لدولة الإمارات العربية المتحدة دخول مسبار الأمل الإماراتي مساء اليوم مداره حول المريخ ليبدأ دراسة الطبقات السفلى في الغلاف الجوي. وكتب الرئيس عون على صفحته الخاصة على تويتر الآتي: مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الإنجاز التاريخي بدخول مسبار الأمل الإماراتي مداره حول المريخ. وكان مسبار الأمل الذي أطلقته دولة الإمارات وصل إلى كوكب المريخ ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر، ويجعل هذا الإنجاز من الإمارات 5 دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك. ويأتي برنامج المريخ في إطار جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية. ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل في مداره حول المريخ فترة 2 أو سنة مريخية، يدرس خلالها كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر مستعينا بـ3 أجهزة علمية متطورة، هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء والمقياس بالأشعة فوق البنفسجية وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة. وبعدما تم الإعلان عن وفاة طفلة بعمر السنة بعد إصابتها بفيروس كورونا، هل بات هذا الفيروس يهدد أطفالنا أيضا؟ كل التفاصيل مع دكتور ريمو مخايل الاختصاصي في الأمراض الجرثومية لدى الأطفال. مساء الخير دكتور. هيدا الإعلان اللي صار من يومين عمل هلع عند الأهالي، هل الفيروس يهدد الأطفال ولا مناعتهم قادرة على المواجهة؟ أول شيء مساء الخير. نحن ولا مرة قلنا أنه الوفيات عند الأطفال هي 0%. نحن بنعرف أنه في أولاد في حالات ممكن الكورونا يودي لوفية الأطفال، بس بأعداد كتير ونسب كتير بسيطة. يعني الأعداد بلبنان هي مثل الأعداد العالمية، هي 0.05 من الحالات المعلنة للأطفال بكل 100,000 مواطن موجود بلبنان. دونك أكيد هذه نسب كتير صغيرة. دونك ما فينا من وراء الحالة اللي صارت من كم يوم نقول إنه الفيروس تغير وتغير طريقة تعامله مع الأطفال. أكيد لا، بعدنا مثل ما كنا قبل، الفيروس ما تغير، بعده عند الأطفال بيجي بعوارض كتير بسيطة، وما في أي ضرورة للهلع أبداً أبداً. دكتور قلت أنه هو ممكن يصيب الأطفال بحالات وبنسبة كتير ضئيلة، ذكرتها 0.05% ممكن يؤدي إلى الوفاة. هون عم نحكي عن أطفال سليمين ولا أطفال يمكن عندهم أمراض تانية يؤدي إلى الوفاة؟ لا، هلأ الأطفال اللي توفوا هن نحن بنعتبرهم من أول يوم من الحياة لا حديت بين ال 17 و 19 سنه، هدول اللي هن محسوبين بهيدي الاعداد. وبنقسمهم شقفتين بين الصفر يوم لحديت ال 10 سنين وبين ال 10 سنين لحديت ال 19 سنه. الوفيات عم بتكون اكثر شيء بين الشباب، يعني بين ال 15 و 19 سنه وبين الاولاد اللي تحت عمر السنه. هلا بالمبدا اللي عم بي اكيد عند الاولاد بنفتش على امراض هي كانت موجوده بتسبب الوصول للوفاه، وهيدي عم نحكي خصوصي عند الاولاد اللي تحت عمر السنه، لانه الاولاد اللي تحت عمر السنه ممكن يكون عندهم مشاكل بجهاز المناعه تبعهم بعد ما انكشف عنه وما وصل للتشخيص، والتهاب الكورونا بهيدي الظروف اذا في عندنا خلل بعد ما انكشف عنه بمناعة هالطفل ممكن يوصل للوفاة عند هذا الطفل.
مشان هيك عادة بعد عمر السنة أكترية الأولاد اللي عندهم مشاكل بالمناعة نحن منكون عملنا التشخيص تبعهم ومنحميهم بالطريقة المناسبة. بس اللي تحت عمر السنة ممكن يوصل أولاد بعد التشخيص ما نعمل عندهم، ومشان هيك الكورونا بوصل للوفاة عندهم. نحن كأهل كيف بنعرف إذا أطفالنا مناعتهم منيحة ولا لا؟ هلأ هيدا سؤال كتير كبير. أول شيء نحن إذا بتتذكروا من سنتين ثلاثة صار في عنا برنامج لتقصي عن النقص المناعة عند الولد أول ما بيخلق. هيدا برنامج انعمل مع وزارة الصحة وفي كتير مستشفيات عم تطبقه. دونك هيدا ديبيستاج دونك عند الولادة. دونك هيدا إذا انعمل نحن بنقدر نعرف ولادنا إذا عندهم نقص مناعة حاد قوي ممكن يعرضهم للوفاة بأول سنة من عمرهم. بعدين إذا هيدا ما صار، النقص المناعي هو عنده عدة عوارض، يعني في نقص مناعي حاد كتير قوي بيعطي عوارض من الولادة من أول ما بيخلق الولد لحديت اول كم شهر من العمر، الا ما ينكشف لانه بيعطي عوارض كثير قاسيه وممكن يوصل للوفاه باول اشهر من العمر. وفي عندنا امراض ثانيه للمناعه اخف بكثير، وهيدي هالامراض المناعه ممكن تعطي عوارض مع الوقت، يعني بدنا عده اشهر او مرات عده سنين تنقدر نكشفها. طيب دكتور، طبعا تحت سن معين لا ينصح بفحص البي سي ار للاطفال، كيف بنعرف اذا هذا الطفل مصاب بكورونا؟ شو العوارض الاساسيه؟ لا مش انا ما بوافقك انه مش مزبوط انه لا ينصح بفحص البي سي ار، يعني نحن بنفضل انه اذا قادرين ما نعمله لانه مزعج ما بنعمل، بس فحص البي سي ار بينعمل عند الاطفال وبيعطي ذات النتيجه ابتداء من اول يوم من الحياه. دونك هيدي ونحن بنعملها عن كل الاولاد اللي بيخلقوا بس يصير عمرهم 24 ساعه، بنعمل فحص البي سي ار اذا كانوا هن امهم بي سي ار كوفيد بوزيتيف. دونك بينعمل هذا الفحص من عند الولاده، ما في اي مشكله. هلا العوارض مثل ما صرنا قايلين عده مرات، العوارض هي ذاتها تقريبا مثل العوارض تبع الكبار، هي حراره، هي وجع بالحنجره، هو عوارض رشح، سعله، دونك حراره، ضيقه نفس اذا تطورت الامور، واكيد كمان في زياده عندنا كثير من الاولاد بيعطوا عوارض بالجهاز الهضمي، دونك بيعملوا استفراغ وبيعملوا سهل. وليش بينقال انه عوارض الاطفال، كونك عم تذكر تقريبا نفس العوارض عند الكبار، ليش بينقال انه عوارض الاطفال هي اقل حده ومده زمنيه اقل وما في داعي واحد يخاف؟ ايه هي بنوعيتها هي زيتها بس بتجي بشكل كثير اخف بكثير من عند الكبار، وبتجي بالاعداد كمان الاولاد اللي بيعملوا عوارض اقل بكثير عددهم بالنسبه المئويه من الكبار. بس هن اذا بدهم يعطوا عوارض الاطفال بيعطوا زيت العوارض مثل الكبار، مش ما عندهم عوارض سبيسيال لهم. يعني العدد الاكبر او النسبه الاكبر من الاطفال بينصابوا من دون عوارض، يعني بتقطع عليهم كورونا وما حدا بيعرف. مزبوط. النسبة الكتير كبيرة من الأطفال بيعملوا كورونا، وخصوصي إذا أهلهم كانوا عاملين كورونا، النسبة الكتير كبيرة منهم رح يعملوا كورونا بس بتكون صامتة، ما في عندها أي عوارض وبتمرق بلا أي مشاكل أبدا. شكرا لك دكتور ريمون خايل الأخصائي بالأمراض الجرثومية لدى الأطفال على هذه المداخلة. عالميا، فريق منظمة الصحة العالمية في الصين يؤكد أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد. بعد عدد من الزيارات والجولات التي قام بها فريق من منظمة الصحة العالمية، ذكرت المنظمة أن الخبراء الذين عملوا في مدينة ووهان الصينية لتحديد مصدر نشأة فيروس كورونا المستجد عقدوا مؤتمرا صحفيا مع نظرائهم الصينيين، أكدوا خلاله أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد، لافتين إلى أنه لا يوجد دليل على وجود فيروس كورونا في ووهان قبل كانون الأول عام 2019. وكان الخبراء زاروا خلال وجودهم في المدينة سوق المأكولات البحرية التي سجل فيها تفشٍ للفيروس للمرة الأولى، وكذلك مستشفى
مستشفيات عدة خاصة لمعالجة الأمراض المعدية، إضافة إلى معهد ووهان لأبحاث الفيروسات. في المقابل، كشفت وزارة الأمن العام في الصين أن عدد المواليد في البلاد تراجع 15% في 2020 مقارنة بالعام السابق، وذلك مع ظهور فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد وقرارات تكوين الأسرة. وقالت الوزارة إن الصين شهدت ما يقارب 10 مليون شخص في العام الماضي مقارنة مع 11 مليون في عام 2019، وكانت نسبة الذكور في مواليد العام الماضي 52.7%، بينما كانت نسبة الإناث 47.3%. وفي السنوات الأخيرة تردد كثيرون من الأزواج في إنجاب الأطفال بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والتعليم والسكن. أما على صعيد اللقاحات، فأعلنت السلطات الإيرانية أنها بدأت حملة التطعيم باستخدام اللقاح الروسي سبوتنيك 5 ضد فيروس كورونا. وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن أن نجل وزير الصحة الإيراني هو أول من تلقى اللقاح الروسي مع بداية حملة التلقيح. أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الراهبة لوسيل راندون تعافت من فيروس كورونا قبل أيام من عيد ميلادها 117 الذي يحل في 11 شباط. وتشير وسائل الإعلام إلى أنه تم تأكيد إصابة المرأة بفيروس كورونا في 16 كانون الثاني الماضي، وكانت الراهبة التي تعيش في دار لرعاية المسنين بمدينة تولون جنوبي فرنسا تعرضت للإصابة من دون أن تظهر عليها الأعراض. وقالت راندون أنها لم تشعر بأنها مصابة بالفيروس، وأن أكثر ما عانت منه خلال فترة الحجر الصحي هو العزلة. وذكر مدير دار الرعاية أنها لم تخف من المرض، وإنما كانت قلقة على أشخاص آخرين في الدار، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة 80 شخصا في دار الرعاية وتوفي 10 منهم بسبب الفيروس. فاصل إعلاني ونتابع بعده النشرة. لأن الحياة عزيزة، ولأن الوقاية واجب، ولأن العلم والطب لخدمة الإنسان، وأنا كشخص نجيت من الكورونا، بشجع الأصدقاء والأحباء أنهم يتشاوروا مع أطبائهم ويتسجلوا لأخذ اللقاح، وأنا بدوري رح أخذ الفاكسان. التلقيحات ضد فيروس كوفيد 19 على أنواعها بالعالم أثبتت أنها عم تعطي مناعة للحاصلين عليها بنسبة أكثر من 90%. التأخر بالحصول على الفاكسين ما رح يعود يأثر على المتحولات اللي عم تطرق على هذا الفيروس. مشان هيك، مشانكم، مشان ولادكم، مشان أهلكم الكبار بالعمر، لازم كلنا نعجل لنحصل على الفاكسين ونتسجل الحصول عليه لحتى نرتاح من عواقب جائحة كورونا في لبنان. مرحبا، كلنا معرضين للخطر ما دام موجود الكوفيد 19. كلنا خايفين على اماتنا وعلى بياتنا وعلى جدودنا وستاتنا. الحل الانسب هو اللقاح، الفاكسين. انا انصبت مرتين، مش ناوي ارجع انصاب مره ثانيه. المفروض انتم تاخذوا هذه المسؤوليه وتاخذوا كلكم الفاكسان. انا كمان راح اخذ الفاكسان كوفيد 19. أهلا بكم من جديد. البيت الأبيض يؤكد أن عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي ستعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق. موقف لافت للبيت الأبيض، أعلنت خلاله المتحدثة باسم البيت الأبيض أن عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي ستعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف بايدن تجاه العودة إلى المفاوضات، كشفت جين بيساكي أن موقف الرئيس لا يزال كما كان هو سابقا، أي إذا عادت إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه وستستخدم ذلك بمثابة المنصة للوصول إلى اتفاق أكبر وأقوى للتعامل مع القضايا الأخرى المثيرة للقلق.
وأكدت أن واشنطن ستقوم بذلك بالتعاون مع الشركاء في اللجنة السداسية الدولية التي اتفقت مع طهران على الصفقة النووية عام 2015. أما على صعيد مكافحة جائحة كورونا، فاقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إضافة مبلغ $1,400 إلى المدفوعات المباشرة للأفراد ضمن خطة حزمة إغاثة بقيمة $1.9 تريليون لمواجهة جائحة كورونا. وسيقوم الديمقراطيون في لجنة السبل والوسائل بتوسيع الإعفاءات الضريبية للأسر التي لديها أطفال والأشخاص ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يشترون التأمين الصحي في الأسواق التي أنشأها قانون الرعاية عام 2010. كما ستوفر اللجنة التي تخطط للموافقة على هذا الإجراء بحلول نهاية الأسبوع إعانات الرعاية الصحية لبعض العمال العاطلين عن العمل. وقال ريتشارد نيل رئيس لجنة السبل والوسائل: في حين أننا ما زلنا نأمل في أن ينضم إلينا الجمهوريون في القيام بعمل للشعب الأمريكي بالشكل الصحيح، فإن اللحظة ملحة وتتطلب منا التحرك دون مزيد من التأخير. إلى إيران، حيث كشف وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي أن أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، ورداً على ما تم تداوله عن عدم تحرك وزارة الأمن على رغم علمها بمكان الاغتيال وزمانه، قال علوي أن الوزارة كانت تملك معلومات عن مكان الاغتيال وليس موعد التنفيذ، لافتاً إلى عدم إمكانية تدخل وزارة الأمن في الشؤون الاستخباراتية للقوات المسلحة، وهي لهذا السبب طلبت من القوات المسلحة إرسال ممثل عنها لبحث مخطط الاغتيال، آسفا أن تكون العملية قد تمت قبل إرسال ممثل عن القوات المسلحة. نشرتنا مستمرة ولكن نتابعها بعد هذا الفاصل. لأن الحياة عزيزة، ولأن الوقاية واجب، ولأن العلم والطب لخدمة الإنسان، وأنا كشخص نجيت من الكورونا بشجع الأصدقاء والأحباء أنهم يتشاوروا مع أطبائهم ويتسجلوا لأخذ اللقاح، وأنا بدوري رح أخذ الفاكسان. التلقيحات ضد فيروس كوفيد 19 على أنواعها بالعالم أثبتت أنها عم تعطي مناعة للحاصلين عليها بنسبة أكثر من 90%. التأخر بالحصول على الفاكسين ما رح يعود يأثر على المتحولات اللي عم تطرق على هذا الفيروس. مشان هيك، مشانكم، مشان ولادكم، مشان أهلكم الكبار بالعمر، لازم كلنا نعجل لنحصل على الفاكسين ونتسجل الحصول عليه لحتى نرتاح من عواقب جائحة كورونا في لبنان. مرحبا، كلنا معرضين للخطر ما دام موجود الكوفيد 19. كلنا خايفين على اماتنا وعلى بياتنا وعلى جدودنا وستاتنا. الحل الانسب هو اللقاح، الفاكسين. انا انصبت مرتين، مش ناوي ارجع انصاب مره ثانيه. المفروض انتم تاخذوا هذه المسؤوليه وتاخذوا كلكم الفاكسان. انا كمان راح اخذ الفاكسان كوفيد 19. أهلا بكم من جديد، والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. مساء الخير. طقس مستقر وصافي رح يسيطر على أجواءنا طيلة هالأسبوع. لبكرة جونا قليل الغيوم ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع كار و 18 درجة، 20 بطرابلس، 21 بالعاصمة بيروت وأيضا بسور. ننتقل إلى بعلبك مع 17 درجة، 9 باللقلوق، 18 بزحلة و 17 بجزين. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 75%، ريحة الجهة شمال غربي إلى شمال شرقي، وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة، أما حل البحر فهادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ لبكرة مثل ما ذكرنا جونا صافي قليل الغيوم، ودرجات الحرارة عم بتسجل على السواحل 21 درجة.
اعتبارا من نهار الخميس تنخفض درجات الحرارة لل 19 درجة وبتبقى مستقرة على 19 لغاية نهار السبت وجونا صافي قليل الغيوم. هون بنوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا أيضا عبر فيسبوك، تويتر وموقع otv.com.lb. إلى اللقاء.